وصلنا هلأ لفقرة التغذية، وأكيد رح نعمل وصفة جديدة مع شيف أسعد سليمان. شيف أسعد، كيفك؟ يا هلا، كيفك؟ شو الأخبار؟ أنا منيحة، متحمسة لوصفتنا. دائماً بتعملنا وصفات كتير لذيذة، وشايفة كمان أنه اليوم رح نستخدم منتوجات أبيفيا، أضيف الخيرات للحياة. تماماً، صراحة صارت جزء من وصفاتي، ما فيني استغنى عنها. صراحة أنا عم شوف أنه المكونات ملونة وغنية، بس لهلأ ما قدرت أحزر شو هي الوصفة، فشو عامل لنا لليوم؟ الوصفة لليوم هي شوربة البروكلي. حنعملها بطريقة مانا تقليدية. هنستخدم الزبدة، بهار أبيض، ملح، مرق الدجاج، فينا نستخدم الباودر أو نستخدم مية الدجاج نفسها. هضيف لها تشيز، البروكلي، البصل، كريمة الطبخ وحليب أبيفيا المبخر. هذا الحليب اللي هو صار سر نجاح وصفاتي. هو بيختلف عن الحليب العادي بأنه تم إزالة 60% من الحليب، من الماء سوري، تم إزالة 60% من المي تبعه، فهو صار أكثف وأغنى. ويعني هلأ بتدوقي وبتشوفي. صراحة الشوربة هي خيار رائع لحتى نبلش فيها الأكل بإفطارات رمضان. خلينا هلأ نبلش تحضير الوصفة. يلا تعمل. أول شيء ننزل بالزبدة. نزلنا بالزبدة. أول الزبدة ما بتسيح معنا. حننزل بالبصل، نستمر بالتقليب. بعتقد ما بعرف هيك اللون صار منيح؟ ايه تمام هيك. اول ما بياخذ معنا البصل هذا اللون، حننزل بالبروكلي. انا قطعت البروكلي قطع صغيره لاني بفضل ما اطحنها بالهاند بلندر. يعني حتى بحب... اصلا حلو انه يكون في قوام البروكلي. تماما. شوربه خليني اساعدك شوي. قد ايه بتاخذ معنا تقريبا وقت البروكلي حتى تستوي؟ هلا البروكلي يعني تقريبا بتاخذ معنا 5-6 دقائق. اذا سلقناها مثلا كمان 5 دقائق وحطيناها ما رح تاخذ معنا شيء. اوكي، فينا نسلقها نعملها سوتيه بعدين نرجع نضيفها. يعني بس انا اليوم ححمصها شوي بالزبده. أطيب تطلع. وأنا بحب هذا القوام الوقت اللي ناكل، يعني بحب هاي القرشة. ايه تماما، حتى ايه. بشوربة الفطر حلو انك تحس بانه موجود في قطع فطر. ايه تماما. يعني ما بعرف شو بدي اخبركم عن الريحة، شو مثل ما هيك بتلوي القلب صراحة. هلا صار فينا نضيف البهارات. بلش بالبهار الابيض. اوكي، قوي قلبك. هاي نص ملعقة، نص ملعقة ملح، ومرق الدجاج، الباودر. نستخدم باودر. هلا انا حطيت نص ملعقة ملح، ممكن نحتاج لسه نحن بعد ما مندوقها نعرف. كمان نرجع نحرك تحريكة بسيطة. كل ما عم بتصير الريحة اطيب. شوفي البروكلي السريعة دغري بتدبل. رائعة بصراحة. هلأ رح ننزل بالحليب المبخر من أبيفيا. بعد 4 أو 5 دقائق من التحريك. قديه استخدمت الكمية؟ استخدمت الكمية 410 جرام. وزنتها مع الكريمة، كمان الكريمة الطبخ بدي نفس الكمية. حانزل هلا بالكريمة. طيب إذا بدنا نعمل الطبخة أصغر؟ أكيد موجود 170 جرام. حلو. يعني تقريبا بتكون نص كمية البروكولي اللي هلا حطيناه. تماما. أو مثلا إذا بدك تعملي، إحنا اليوم كمان فينا نحكي إنه اليوم مش بس فينا نعمل فيها شاي. هلا هيدي كتير تماما منيحة لمثلا شاي الكراك، للقهوة، للإضافات البسيطة. صح.
بالمشروبات كثير تماماً. لذيذة تماما. اما لما كنا عم نعمل طبخات يعني شوربة البروكلي، المعجنات، لنا الحليب من الابيفيا بيدخل بكثير قصص. بصراحة معك حق، هو مفهوم بتحسه شوي رتيب، فكرة استخدام الحليب المكثف بس بالمشروبات الساخنة. هلا صح هو ما في بعده بصراحة يعني مع الكرك، بس بنفس الوقت مثل ما شايفين قديه عن جد حيطلع، يعني القوام ما بتتخيلوا قديه كريمي وسلس، بيلبق كتير للشوربة. وبتعرف شو كمان ممكن نستخدمه بالباستا؟ بالباستا بكل أنواع البشاميل. آه حلو كتير. لازانيا، ألفريدو، أي نوع فينا نستخدمه أيضا. حتى فينا نستخدمه معناته إذا بدنا نعمل كوسا غريتان. تماما. إذا بدنا نعمل بطاطا غريتان. تماما. يعني بكل مثل ما قال شيف، مثل ما تفضلت، بكل وصفات البشاميل. أكيد قال نحن اليوم عم نعمل شوربة بروكلي، بس أكيد مع شوربة الفطر، مع شوربة الدجاج، مع أي شوربة داخل فيها كريمة يفضل استخدام حليب أبيفيا. وخصوصي انه هذا النوع من الصوصات كتير محبب عند يعني عند الشباب والمراهقين والاطفال، فهو وصفه سوري صحيه وغنيه، خصوصي انه فيها فيتامين اي وفيتامين دي وغنيه بالكالسيوم، فانا بلاقيها يعني هي جو تو وصفه كثير مهمه كامله متكامله. هلا قد ايه بننطر عليها؟ هلا تقريبا بدها 10 دقائق. اه حلو كثير. 10 دقائق اول ما تبلش تغلي معنا حنضيف لها جبنة شدر، أنا لأني بحبها، فينا نضيف لها أنواع جبن تانية. ممكن موتزاريلا. إيه تماماً، أو بارميزان، أو بس أنا لأني بحبها بالشدر وبتطلع كثير أول ما طيبة، فحنستخدم اليوم شدر تشيز. حلو. شوف هلا بلشت تغلي معنا. وبلشت تطلع الريحة كمان. شو رأيك ننزل بالجبنة؟ هذا هو يعني الفقرة المفضلة تبعي أنا. الجبنة يعني شهادتي مجروحة فيها بصراحة. أنا حضيف وأنا حخلط حتى تبلش الجبنة تشط. حتشط؟ حتسيح. حتسيح لتبلش تسيح. يلا أنا بلش تغلي معنا هلا. شايف إلها علاقة بسرعة التحريك موضوع السيحان ولا عادي فيني؟ لا صراحة عادي، بس عندك وصفات تانية كتير مهم التحريك فيها. مثل اللبن يعني مثلا إذا عم تحركي هيدي اتجاه معين ممكن تغير الاتجاه يفرط معك اللبن او الجميد. تماما. فيلي بيحرك اللبن شرط اساسي يضل عم يحرك بنفس الاتجاه. اذا غيرنا الاتجاه غيرنا الاتجاه بيفرط اللبن. هي كمان لازم تحطوها بالنوتس بركي بوصفه جديده. تمام. حتى يعني التحريك يكون باتجاه ثابت ما هيك لا يكون خليني اشيل لك كيف. ايه. اوكي تحريك تماماً. تحريك يعني تماماً. بقوه. حتى اكلات اللبن ممكن نضيف لها ابيفيا. اكلات اللبن صح، مثلا الكبه اللبنيه تماما اذا بتحط فيها حليب مكثف بتطلع كثير طيبه. تماما. يعني انا جربتها كمان طلعت معي رائعه، جربتها بالكوسه باللبن. شهيتني. شايفها بس تغلي معنا لانه يعني هي اللبن خصوصا هون ما عم لاقي اللبن المعزي المضبوط، فهي الاضافات عم تعطيني كثير قوام وطعم رائع. فينا نستخدم لللتر اللبن اللي هو زبادي علبه صغيره من ابيفيا حليب المبخر. يعني سبيشل. تماما. هي يعني وصفه او شو فينا نقول هي نوت لازم تاخذوها دايركتلي من شيف اسعد، يعني الشغله السحريه كيف يطلع معكم اللبن سواء بالكوسه بلبن او حتى بالشبرك باشا وعساكرو كبه لبنيه، بما انه هلا وصفات رمضان كترانه فما لكم الا هاللمسه السحريه. هلا هيك فعليا الشوربه تنهنهت معنا. حنتركها دقيقتين بس عشان الجبنه تذوب. بسم الله عليك يعني ده راح ما عم لاقي الجبنه بقى. حركتها كثير بطريقه بروفيشنال شيف، يعني اذا سمحت هي ثالث وصفة بنعملها سوا، أنا تحريكي يعني بطولي. يوم ساعدتيني كثير يعني. هي رح أمسك الطنجرة كمان مشان أكون مشاركة بالتحريك. هلا وصلنا للنهاية؟ وصلنا للنهاية. هلا يعني وجبة غنية بالكالسيوم وفيتامين
دي وفيتامين اي وغنيه بالبروتين متكامله تماما. يعني حتى لو كانت الطعمه كثير لذيذه ما في ندم ابدا من ناحيه انه نحن مثلا عم ناكل اكله فعلا صحيه باختصار. بس كمان بدي اقول لك شوف القوام كيف صار معنا رائع بصراحه. شوف انا متحمسه كثير لدوق القوام. الكريمه الطبخ مع كميه الحليب المبخر لازم يتوازنوا لحتى نوصل لهذا القوام. اوكي الريحه ما بخبركم عن جد. هلا رح بلش انا اسكبه. قلنا نحن فينا ممكن نطحنها ممكن نتركها مثل ما هي، انا بفضل تضل مثل ما هي. وانا قطعتها ناعم شوي يعني. خلاص. هيك طبقنا صار جاهز، بس اضافات بسيطة قبل ما تدوقيها. تزيين يعني قد ما ريحة بتشهي لسه كمان بدنا نزين لنشتهي أكثر. ايه حنستخدم براعم النباتات الصغيرة. هي براعم الخردل وبراعم الفجل، بازيلا. يا سلام. الملفوف تعطي شكل كتير حلو للصحن. استخدم كمان واحدة تانية تشيز. انجلش بارسلي. وهيك بيكون معنا صحننا صار جاهز. ضل عليك تدوقي. واو واو على هالشكل. صراحة واو واو بكل ما تعني الكلمة. يعطيك ألف عافية شيف، يعني عن جد بدون مبالغة هي أطيب شوربة بروكولي باكلها. عافية قلبك، صحتين وهنا، إن شاء الله نكون قدمنا شيء يفيد المشاهدين. ولازم أنتوا تجربوها وتخبرونا على السوشيال ميديا كيف طلعت معكم وقديه حبيتوها، لأنه متأكدة أنه رح تحبوها كثير.